كابتن عمرو، كابتن عادل اتكلم في نقطة مهمة جدا، نقطة إدارية بالتعاقد مع مدير فني عمره ما درب منتخبات قبل كده، بعقد كثير من الناس عليه علامات استفهام من حيث المرتب، من حيث الشروط الموجودة في هذا التعاقد، كلها مشاكل إدارية مش عايزين نخش فيها، لكن مشاكلنا الكبيرة هي مشاكل كمان على مش عايز المستوى الفني كلاعبين، لكن على مستوى الإدارة الفنية لروي فيتوريا. روي فيتوريا قبل كأس الأمم الأفريقية حاجة، وكأس الأمم الأفريقية بالأربع مباريات شخصية مختلفة تماما، عجز تام على إدارة المباريات، خضة ورهبة من الأجواء اللي شافها. عايزك تقول لي إيه الفرق ما بين روي فيتوريا قبل البطولة وروي فيتوريا اثناء بطوله امم افريقيا. كابتن هاني، هاخد من كلام الكابتن عادل ان احنا لما جينا نلعب مع مباريات اخترنا مباريات ضعيفه المستوى، ولما جينا بنفكر وقلنا هنجرب مباراه قويه تم احراجنا في مباراه تونس وظهرنا بالمستوى اللي احنا المفروض نقف عليه ونلحق نصلح اللي بيحصل. فرحنا قوي ونسينا في لحظه اما عملنا درون في مباراه الجزائر، يعني مجرد قلنا ايه هو ده، احنا لما بنتحط تحت ضغط لعيبتنا قد المسؤوليه. ده شغل لعيبه، لعيبه في الملعب تقدر تعلي كفه المدير الفني. المدير الفني بقى وجهازه، احنا فرحنا بقى بجرأته، وانا اول واحد قلت ده جريء وبيعمل وبيعمل وبيعمل. فجاه اول ما حصل نقيض من تصريحاته في المؤتمر، انا مش مسافر عشان احقق البطوله، انا هلعب في البطوله. وقبل البطوله بيومين قال لك انا رايح اخد البطوله. ايه اللي خلاه غيرت الكلام؟ مين اللي اقنعك تغير الكلام؟ مين اللي قال لك الطموح ده فجاه جالك فهيوصل للطموح بتاعك للعيبه؟ اداؤه بقى وشراسه لعيبته مش موجود. انك انت بتحتوي لعيبتك معاك لعيبه كويسه وكويسه قوي، احنا دورنا بقى على الشماعه نعلق عليها المشكله، ده هرب وده خاف وده مش عايز يبقى موجود وده عنده مشكله وده بيقول لك انا جالي عروض. انت الكلام ده كله اتقال قبل اضعف مجموعه على مستوى البطوله. انت مش موزمبيق دي اللي انت كنت بتقول من اول دقيقه كلنا فرحنا وفتحنا صدرنا على الواسع، اول ثلاث دقائق جبنا جونين قلنا بس كده خلاص. من الدقيقه 3 لنهاية المباراة احنا مش موجودين، وهو يطلع يقول في المؤتمر ان بين الشوطين انا حسيت ان لعيبتي مش مركزة، يبقى انت ما اتكلمتش في الأوضة، يبقى انت ما عنفتش لعيبتك، ما شدتهمش، ما وصلت لهمش ان دي بطولة كل المصريين بيستنوها. ابتدت تبقى لعيبة هي اللي بتنفذ، لعيبة هي اللي بتنفذ وجهة نظرها، الكبار بيحتوي الموضوع وبيأدوا الأداء ده. جينا في الماتش اللي بعديه قلنا هيبقى عندك شراسة وعندك قلب، صلاح، مرموش، تريزيجيه، مصمم على تشكيلك هو هو. وانت عندك مش بنتكلم عشان احنا بنتكلم عن مروان عطيه بالذات احسن لعيب في مصر 6 دلوقتي، مصر كلها اتكلمت بمختلف انتماءاتها، عارفين ان مروان بالظبط كده. يعني انت قلت قبل كده انت مش مستدعي طارق حامد بره طارق حساباتك، مروان هو احسن واحد في مصر بقاله سنه ونص بيلعب دي، ياسر ابراهيم احسن سيرد باك في مصر بقاله سنه ونص. انت في الوقت ده خدت واحد على حساب واحد، كوكا اتعور جبت مهند، اسامه جلال الاختبارات قالت ان هو ما ينفعش جبت ياسر ابراهيم، وتطلع في المؤتمر تقول اصل اللعيب رقم 5 عندي. من امتى احنا بنقول الكلام ده؟ احنا بنجمع لعيبتنا اللي بيأدي لك الشغل اللي انت عايزه انت بتبقى عارف. الاهم يا كابتن هاني، انت رايح في جو الناس كلها قالت لك درجه حراره عاليه ورطوبه عاليه، رحت عملت قبل الماتش بقد ايه؟ قبل البطوله بقد ايه؟ باسبوع؟ طب ما تسافر قبلها بكتير ومنها تعمل ماتشات في نفس البلد وتعمل ماتشات كلها هناك وطياره خاصه ومتوفر لك كل حاجه. اعتقد ايامنا يا كابتن هاني وايام حضرتك بالذات ما كانش في موضوع طيارات خاصه دي خالص، كانت طيارات بتدور بالايد، والله العظيم كان مع الكابتن جوهر كانت بتدور بالايد في ماتش توكو وافريكا سبور كنا طياره بتدور بالايد في المطار. فاحنا فين من ده؟ وانت دلوقتي بعد ما الناس كلها زعلانه اجي اقول للكابتن عادل انا بوعدكم ببطوله الامم 2025 في المغرب؟ ده تصريح مستفز الحقيقه كابتن عادل، حتى يعني ما جاش على لسان روي فيتوريا حتى اعتذار، حتى الاعتذار اللي طلع من الاتحاد الحقيقه اعتذار يعني في دفوهات كتيره جدا، لكن لغه يعني اللغه اللي بيتكلم بيها كمان روي فيتوريا ان انا ما كانش مطلوب مني البطوله ديت، ووعدتكم البطوله اللي جايه في 2025 هحصل على هذه البطوله، يعني مستفز. وعايز اقول لحضرتك كمان دي طبعا ده البيان اللي اصدره الاتحاد المصري لكره القدم ما بين قوسين كده، بيان اعتذار يعني كلنا قريناه في الحقيقه، ولكن ما طلعناش منه بحاجه، يعني ما طلعناش منه بحاجه الحقيقه،
ولا يعني حتى كان في بعض الأجزاء منه تحس إن كان المجلس الإدارة بيتنصل شوية من اللي بيحصل في الكرة المصرية، وأقول لك إحنا يعني جزئية إن إحنا يعني في الاتحاد المصري الذي قام بالدور الممنوط به من تلبية جميع المتطلبات وتوفير كل السبل الخاصة لإعداد المنتخب قبل وأثناء البطولة. ده الباراجراف ده الجملة ديت إن الاتحاد الكرة بيقول لك أنا ماليش دعوة، ما بين قوسين كده يعني هو طالع معناها. بما معناه يعني يا جماعة إحنا وفرنا كل حاجة للمنتخب قبل وبعد وأثناء البطولة، فما بين قوسين كده إحنا ملناش دعوة. هو رمى كل الجزئية على الجزء الفني. كابتن عادل أنت كنت صح الحقيقة، لأن منتخب تنزانيا كمان كان موجود في البطولة لكن ما ظهرش بالمستوى مثلا زي الراس الأخضر، زي حتى موزمبيق، زي غينيا. ف طبعا اللي انت بتتكلم عليه كمان الاعداد للمنتخب ما كانش بالشكل المطلوب. عمرو اتكلم في بعض الاخطاء في اختيارات اللاعبين كمان للبطوله، بعض الاخطاء في عمليه التشكيل. حتى في المباراه الاولى والثانيه كان مصمم على تشكيل معين رغم كل الناس كانت شايفه غير كده. ده بينعكس على شخصيه المدير الفني. هل روي فيتوريا شخصيته ضعيفة زي ما بعض ما بين قوسين بعض اللاعبين طلعوا قالوا هو الرجل شخصيته ضعيفة؟ هل كان روي فيتوريا مخضوض من البطولة، مخضوض من الأجواء، فوجئ بمستوى المنتخبات الأفريقية؟ كان متوقع منتخبات موزمبيق على يعني في المتناول، غانا ممكن نكسبها، وبعدين كده كده يعني منتخب الراس الأخضر ده يعني هل كان عنده ثقة زيادة شوية أو عنده غير متوقع لأجواء البطولة الأفريقية؟ لا انت قلتها، الشخصية الضعيفة والشخصية الضعيفة مش في البطولة، الشخصية الضعيفة من اول يوم جه فيه. اولا اول ما جه قال انا معايا مساعدية وانا مش عايز مدرب معايا. صحيح. فجأة راح اتفرض عليه ايمن عبد العزيز. امال ايه؟ لان اتعرض عليه محمد يوسف قال لا ده السي في بتاعه قوي. انا اتحاد كوره. طب ده يفيده السي في بتاعه قوي يا راجل، الراجل يفيده. لا انا قال لك انا عايز حد يبقى تحتيه، مش حد محقق بطولات اكتر مني.